لكن في ملعب هزاع بن زايد لنا حكايات. يعني ملعب هزاع بن زايد انا عندي بقيت كده اقول رادس هزاع بن زايد مين فيهم بحبه اكتر انا مش عارف، التاتش في مكانه تانية، ولكن يجي هزاع بن زايد ورادس وتبدا تقارن. هزاع بن زايد اعلن رسميا ان هو ملعب فقل حسن على النادي الاهلي، طبعا الراعي الرسمي لبطولات النادي الاهلي. عايزين نسيب الصوره دي لان في كلام كتير عليها، ولكن كمان واحنا بنتكلم عن هزاع بن زايد 5 مباريات لعبها النادي الاهلي، فاز على اياكس، فاز على روما، خد السوبر من الزمالك 2015 وفي وقت صعب جدا، وده المهم في وقت صعب. وراح رامي ربيعه لو تفتكر يا اسامه للجمهور، وكابتن حسام غالي لما قال لهم ارفعوا راسكم لفوق طبعا كان مهم جدا، وخدنا عليه السوبر. كان فيريرا برضو اللي موجود، وكان فيريرا ومشي بعدها، واخيرا السوبر ده، وان شاء الله تكون برضو عوده البطولات. ولكن استاد هزاع بن زايد الصوره اللي قدامكم شفنا امبارح فيها، وكمان يمكن الصوره دي اللي قدرنا نجيبها بعيده برضو، كان في صور كتير جدا بتبين يا اسامه بعض المدرجات خاويه او بعض الاماكن لم تكتمل لجمهور نادي الزمالك. شفنا بعض المدرجات ما كانتش مكتمله، ولكن الاهم بقى من فكره عدم اكتمال مدرجات الزمالك، لان ده في تصريحات كتير عليه حصلت، ويمكن كان بيتكرر في بعض المدرجات. بس انا مختلف معاك هنا شويه. يعني انا بالنسبه لي شايف ان اللقطه دي ومدرجات نادي الزمالك وحتى فيها بعض الاماكن الخاويه، لكن ده تقدم حصل، لان كان في الامارات كان في بعض الاماكن الخاويه كان بيبقى فيه لافتات بتغطي الاماكن الخاويه دي. ولكن بقى فيما يخص جمهور النادي الاهلي يا جماعه، حصلت حاجه غريبه جدا، وهي مفارقه غير طبيعيه، ان جمهور النادي الاهلي في السعوديه، جمهور النادي الاهلي في الكويت، جمهور النادي الاهلي في الامارات، كل مكان بيتلعب فيه خارج مصر، ولان الاغلبيه من المصريين اهلاويه، انعكس حضور غريب جدا كان هو الحكايه وهو الحدوته. ازاي الجمهور ده بالوفاء ده وبالاعداد دي؟ وشفنا ترحال من السعوديه في مباراه الامارات، وشفنا ترحال من الكويت، وشفنا سفر ناس كتير جدا، وشفنا ملحمه. عشان كده يا جماعه بنرجع ونذكر النادي الاهلي لابد ان احنا نشوف، ما عندناش اي مشكله، ما لناش علاقه، نتمنى عشان يكون في عداله مضمونه نفتح الاعداد، واحنا شايفين ان الحمد لله الحمد لله جمهورنا اللي بيروح ما فيش مشاكل، وجمهور المنافسين ما فيش مشاكل، والامور نشوف فيها عدد الجمهور اللي جمهور النادي الاهلي بيعبر فيه عن اغلبيته الكاسحه طول الوقت يا اسامه. ده اكيد يا فارس، وده على ارض الواقع، وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي جمهور النادي الاهلي مش سايب مكان.